التحية متجددة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل عبر قناتنا قناة ياس المتابعة في بث حي ومباشر من أرض الحدث ومن أرضية هذا الميدان من خلال منافسات الأصايل وقوة التحديات هنا لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات الحاضرة بحضور هذه الأصايل المنطلقة والباحثة والطامحة من أجل الفوز. هذا هو شوطنا 13 ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه ويحمل في طياته وكشوفاته الجعدان من فئة المحليات الأصايل الإنتاج. نتمنى التوفيق دائما لجميع المشاركين. ولأبدأ مع الهارب اللي على المركز الأول لمحمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، بينما انتقل للمركز الثاني واجد حضور الحذر لسيف بن حمد بن قناص العامري، بينما شاهين ياتي بالمستوى الثالث لسهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، بينما المركز الرابع هنا سراب لحمد بن محمد بن فهيد العجمي، اما المركز الخامس فانطلق فيه داقر لسيف بن سعيد الخريباني النعيمي. نقلتنا التالية الى المركز السادس وهناك حضورا من المختبر لريو بن عامر بن ريو المنصوري، من ياتي مع المختبر ليقدمه بهذا المستوى الجميل. بينما المركز السابع سابع المراكز هناك الانطلاق والتحدي من شاهين لعلي بن حاضر بن فارس المزروعي، ياتي مع المركز السابع، بينما انتقل للمركز الثامن وهناك الحضور الجميل في المركز الثامن من السمح لفارس بن بخيت بن محمد المزروعي. اما المركز التاسع فهنا هملول القادم في هذه اللحظات لمسلم بن محمد بن صقوح العامري، اما المركز التاسع فهناك الاسد لاحمد بن حميد بدويس الشامسي، وعاشر المراكز صياد لعيسى بن خميس بن شلبود الخيلي. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة والمتحركة في تحديات هذا الشوط وفي هذه المنافسة التي تحمل القوة وتحمل الشعارات التي أتت من كل الميادين. للمشاركة في أرضية هذا الميدان من هذا التحدي ومن هذا الصراع ومن هذه المنافسة المتميزة والرائعة التي تشاهدونها عبر قناة ياس المتابعة في بث حي ومباشر بلمسات مميزة وإخراج مميز للمخرج المميز حسين السيد المتابع بهذه العدسات الجميلة التي تدور في زوايا الميدان. إذا نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذا المستوى ونتابع هذه الأصايل والشعارات ليعودوا إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط هنا الهارب الذي ما زال متصدرا ومتقدما على المركز الأول، يتقدم بتحدي مميز يقدمه محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري. ركز المنصوري في هذا المشهد وتابع الأداء وانطلق، الكل يبدأ يقترب من المركز الأول ليسحب هذا البساط ويكون منافسا شرسا من أجل الفوز. المختبر يأتي مع المركز الثاني ليريو بن عامر بن يريو المنصوري، هو على المركز الثاني. أما المركز الثالث فالانطلاق هناك من شاهين للسهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. اما المركز الرابع فرابع المراكز هنا الانطلاق وهنا التحدي للمركز الرابع
اذا المركز الثالث هنا نتابع فيه والمنطلق المحتفل هذا هو الذي يسير ويحتفل على المركز الثالث في هذه اللحظات بتقدم سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي هو على المركز الثالث يحمل رقم 11 على المركز الثالث بينما انتقل للمركز الرابع لأجد داقر لسيف بن سعيد لخريباني النعيمي أما المركز الخامس فهذا هو سراب الذي بدأ يتسرب ما بين هذه المراكز حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتواجد في قلب المنافسة ويتواجد في قلب الصراع والنزاع لكن المركز السادس الحذر الواصل لسيف بن حمد بن قناص العامريات على المستوى ايضا السادس في هذا التحدي بينما المركز السابع نتأخر قليلا لنتابع المركز السابع وننطلق مع الذي انطلق في هذه اللحظات وبدا يتحرك هذا شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي والمركز الثامن ثامن المراكز هنا السميح لمحمد بن عبد الله بن عتيج بن جمع الرميثي والمركز التاسع هناك مع انطلاقتي وتحديات ثاير حربي بن محمد بن حربي العامري بينما المركز العاشر السميح هنا فارس بن بخيت بن محمد المزروعي هنا المنافسة هنا التحدي هنا الصراع من أجل الفوز ومن أجل الانتصار ومن أجل الإبداع الجميل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام معركة 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 لهذه الأسماء وقوة تنافس ما بين هذه التحديات إذا نعود إلى المختبر المختبر هو على المركز الأول وهو على الصدارة يتقدم المختبر ويقدم لنا هذا المختبر إيريو بن عامر بن إيريو المنصوري بمحاذاة هذا الجسر الكبير بدأت الأسماء بقوتها وبدأت الشعارات بعنفوانها وبدأوا المضمرين يشمرون عن ساعديهم لينطلقون ليبحثون ليطمحون ليقدمون كل ما هو جديد من أجل كلمة الناموس والافتخار المركز الثاني هذا هو الهارب 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 بدأ هنا ينطلق أمام الكل ويندفع أمام الجميع هنا يقدمه في هذا المستوى محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري انتقل للمركز الثالث المحتفل احتفل ايها المحتفل وهات الجديد هذا المحتفل سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي وداغر هو على المركز الرابع لسيف بن سعيد لخريباني النعيمي هنا الاداء المميز وهنا التنافس الحقيقي وهنا الملتقى الذي يجمع ما بين هذه الاصايل وصل في علي بن حاضر بن فارس المزروعي بشعاره يقدم لنا شاهين ويندفع بهذه الاندفاع المميز والجميل في هذا التحدي إذن الكل يبحث من أجل الفوز يطمح من أجل الانتصار وصل ثاير وبدأ ثاير لحربي بن محمد بن حربي العامري يا سلام من اللي وصل أيضا الحذر سيف بن محمد بن قناص العامري بالمركز السابع وثامنا سراب حمد بن محمد بن فهيد العجمي وتاسعا هناك مع الأسد أحمد بن حميد بن دويس الشامسي وعاشر المراكز السمح لفارس بن بخيت بن محمد المزروعي هنا الأداء هنا التحدي هنا الصراع هنا النزال هنا القوة والإثارة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المختبر
الكورنر خلاص هنا ينطلق وبدأ يحسم ناموسي هذا الشوط. إيريو بن عامر بن إيريو المنصوري سلامي عليك، سلامي عليك وعلى إبداعاتك، سلامي عليك وعلى هذا المشهد الجميل. الشكل ما شاء الله تبارك الرحمن، شكل جميل وأداء أجمل وشعار مميز، واللي زين الشعار أن العصافة الأبطال، أن العصافة الأبطال بدون أي أوامر ما شاء الله انعطف، بدأ ينعطف المنعطف الأخير وطار وأقبل إلى المنصة الرئيسية بكل أريحية، بكل أريحية، والأداء 100 على 100 100 على 100 ما شاء الله ما شاء الله. الكيل الأخير، طير يلي تبى تطير وروح يلي تبى تروح، لكن الجماعة، الجماعة ما بيخلونك، الجماعة قادمين. وصل داقر في المركز الثاني، سيف بن سعيد الخريبانية، النعيمي ثالثا مع ثاير، حربي بن محمد بن حربي العامري رابعا مع شاهين، علي بن حاضر بن فارس المزروعي، وبن إيريو، بن إيريو هنا يطير الى المركز الاول بابداع، بامتاع، بقوة واثارة، بقوة واثارة. روحي المختبر، روحي المختبر، روح 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 روح، بالاداء، بالروح والابداع، بالعزيمة والاصرار. هذا المثل اللي يقول من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار الى الدرب وصل. هنا طار المختبر، المختبر إيريو بن عامر بن إيريو المنصوري، لكن المركز الثاني داقر، سيف بن سعيد الخريباني النعم، لكن خلاص 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 خلاص، الفوز والانتصار من نصيب المختبر، والمختبر هو المنتصر، هو المفتخر، هو المبدع، هو المتميز. تهانينا لمالك المختبر إيريو بن عامر بن إيريو المنصوري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هذه لحظة الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني داغر سيف بن سعيد الخريباني النعيمي، المركز الثالث شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي، المركز الرابع ثاير حربي بن محمد الحربي العامري، المركز الخامس وصل الأسد أحمد بن حميد بن دويس الشامسي. إذا مشاهدينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإبداع، هكذا هي المنافسة، شاهدتموها في هذا الشوط، والمختبر هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 37 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المختبر إيريو بن عامر بن إيريو المنصوري، المركز الثاني، التوقيت الزمني للمركز الثاني 12 دقيقة 38 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. وصل داغر للسيف بن سعيد الخريباني النعيمي، أما المركز الثالث فتوقيته الزمني 12 دقيقة 40 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هنا كان بالأداء المميز شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي هو من حصل على المركز الثالث في هذا الشوط. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمتوجين بنواميس هذه الأشواط.